هذا السائل يقول: هل تجوز الأضحية بالخروف الاسترالي المقطوع الذيل؟ نعم، القطع هنا ليس عيبا بل هو لتكنيز اللحم، فما كان عيبا أي عضو مقطوع عيبا كما هو الحال بالنسبة للأذن إذا كانت مقطوعة، أما الشيء اليسير الذي هو العلامة لا أشكال فيه، على سبيل المثال مكسور القرن لا يجوز. أما بالنسبة لقطع الذيل وكذا بالنسبة لأن يكون هذه تكون الشاة مخصية فإنه لا إشكال فيها، لأن ذلك المقصود منه التكنيز للحم ولا يعتبر من العيوب التي تمنع من صحة الأضحية. نأخذ الفاصل ثم نعود مرة أخرى للإجابة على ما تبقى من الأسئلة.